أهلا بحضرتكم. تهجير سكان قطاع غزة هدف استراتيجي للاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان، ونية لا يخفيها قادته رغم الرفض الإقليمي والدولي لهذه الخطوة. فبقيت الأساس الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه بشتى الطرق، مستخدما كل وسائل القتل والترويع والتدمير ضد الفلسطينيين. ومنذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة شرع الاحتلال في تنفيذ مخططه الشيطاني، معتمدا سياسة الحصار من خلال تشديده ليصبح حصارا شاملا قاطعا كل سبل الحياة من ماء وغذاء ووقود وكهرباء، فضلا عن تعمد ارتكاب المجازر والترويع. الاحتلال استهدف إيقاع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ونطاق واسع من الدمار لم يستثني شبرا في القطاع، فضلا عن تدمير كامل للبنية التحتية واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد، فضلا عن تعذيب واعتقال آلاف الفلسطينيين. في ظل هذا الفكر التزمت دولة الاحتلال سياسات تدفع باتجاه تفريغ قطاع غزة من ساكنيه، وذلك من خلال استخدام أوامر الإخلاء المتدرجة لبعض مناطق القطاع وتفريغها من السكان بما يؤول إلى تجميعهم في الجنوب. إلا أن صمود سكان القطاع يبدو أنه قد أعاق هذا المشروع خلال عام كامل. ورغم هذه الإعاقة فإن المتغيرات على الأرض شجعت الاحتلال لتنفيذ خطة التهجير، ولكن بشكل جزئي وتدريجي، موجها مخططه نحو الشمال حيث يواصل منذ أكثر من أسبوعين حصاره المشدد والخانق على شمال قطاع غزة، وسط تصعيد لجرائم التطهير العرقي وارتكاب مجازر مروعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين كمجزرة بيت لاهيا، علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية. كما مارس الاحتلال المزيد من الترويع ضد المدنيين في الشمال، حيث حاصر مراكز الإيواء بعدد كبير من الآليات العسكرية في مشهد مرعب ومخدع النساء والأطفال للتفتيش والترهيب. كما حرص الاحتلال على خلق ظروف طاردة لسكان الشمال، فلا تزال المستشفيات محرومة من الإمدادات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وللمصابين، بالإضافة إلى أن الواقع الإنساني المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل حصار خانق ومنع تام لوصول المساعدات الإنسانية من طعام وغذاء بشكل كامل. هذا الواقع المرير دفع عشرات المنظمات الخيرية العالمية لدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن شمال القطاع يتعرض للمحو بسبب المجاعة المنتشرة وإجبار المدنيين على إخلاء منازلهم، متهمة الاحتلال بتعمد منع دخول الطعام، وداعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الفظائع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت هذه المنظمات أن حدة الهجوم الذي يشنه الاحتلال على غزة تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع، حيث تم محو شمال غزة من على الخريطة، ومشددة على أن هذا ليس إخلاء بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية. رغم كل هذه الجرائم التي ترتكب ضدهم، ما زال الفلسطينيون متشبثين بأرضهم رافضين النزوح إلى جنوب قطاع غزة وفق أوامر جيش الاحتلال، ليكون صمود مئات الآلاف من أهل شمال القطاع دورا محوريا في إعاقة مشروع ومخطط التهجير ليس في الشمال وحده ولكن في كامل القطاع. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لتفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع سكان قطاع غزة للقبول بالتهجير سعيا لتفريغ القطاع من أهله. شكرا لكم على المتابعة.